عن أهمية المبادرة وجهود مصر في ملف تغير المناخ. بتنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة نهى سمير دنيا، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية. بعد التحية لك دكتورة، بداية كيف ترين أهمية هذه المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، خصوصا طبعا أنها بتأتي تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر القادم؟ أهلا بيكم. هي مبادرة رئاسية تغيير 100 مليون شجرة، مبادرة هامة جدا لحماية البيئة والمناخ. وتقريبا زي ما حضرتك قلت هيتم زراعة ما يقرب من 100 مليون شجرة على مساحة 3600 فدان في مختلف المحافظات. دي بتمثل تقريبا رئة لكل محافظة، يعني هيقترح جزء أو حديقة أو زراعة في كل محافظة تمثل رئة لهذه المحافظة للتنافس فيها. طبعا الشجر بيعمل على تنقية الهواء والبيئة بتخفيف نسبة ثاني أكسيد الكربون اللي هي بتسبب أصلا زيادة في الاحتباس الحراري وفي ظاهرة التغير المناخي. وبالتالي هي مبادرة رئاسية هامة جدا، يعني تتزامن مع مبادرة فخامة الرئيس للتحضر الأخضر، وهي جزء منها. وإحنا في كلية كأكاديمية بندعم هذه المبادرة بوحدة خاصة بالتحول الأخضر، تدعم ممارسات الخاصة بهذه المبادرة، وفيها جزء خاص بزراعة الأسطح الهيدروبونيك والأكوابونيك، وبنشجع كل المواطنين إنهم يزرعوا الأسطح في المنازل أو البلكونات لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وظاهرة الاحتباس الحراري. دكتورة، بتشوفي ازاي أهمية قمة شرم الشيخ للمناخ COP27؟ يعني في توعية العالم بأخطار التغيرات المناخية والاستعداد ليها ومواجهتها. هي هامة جدا لأن ظاهرة التغير المناخي ظاهرة عالمية وليس ظاهرة محلية، وبالتالي لازم توفر الجهود جميعا الدول المتقدمة مع الدول النامية لمواجهة هذه الظاهرة. ما ينفعش حد يشتغل لوحده، ومش هنوصل لحل إلا بتوفر هذه الجهود معا. وحاليا الدول المتقدمة عندها أكثر مرونة اعتقد في COP27 لانها اصيبت بنفس الاضرار اللي كان ممكن تصاب بها الدول الناميه من جفاف للانهار، من تصحر، من حرائق مختلفه زي ما احنا شفنا الفتره اللي فاتت، من سيول زي ايوان وفلسطين وهكذا. وبالتالي هم عندهم نفس المشكله حاليا ومتاثرين بيها، كل الدول العالم متاثره بالظاهره، وبالتالي هيكون في اعتقد ان يكون في مرونه التفاعل معها وتضافر الجهود مع مواجهة هذه الظاهرة. بشكرك دكتورة نهى سمير دنيا، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.